السلام عليكم. هذا الموقع هو احد المواقع اللي وصلتنا عده شكاوي بخصوصه، اللي حثت فيه 3 وفيات نتيجه حوادث مروريه، اضافه الى الحوادث المروريه المسجله وغير المسجله اللي كمها كبير. الحمد لله والشكر، انطلاقا من هذا الصباح باشر فريقنا بالعمل لاصلاح هذا الموقع، والحمد لله والشكر مثل ما تشوفون الساعه بال10:30 حاليا احنا كملنا تقريبا 60% من الموقع، مستمرين بنشاطاتنا. فريق مطبات كركوك التطوعي متواجد بكل مناطق كركوك ان شاء الله.